مساء الليل، ما تتحداش انسان ما عندوش اي حاجة يخسرها. اللي عايزك تتصرف زي ما يكون عمرك ما هتخسر اي حاجة، وقتها بس هتعرف تنجح. تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا ويعملوا لايك للحلقة دي لو عجبكم. صندوق الوصف هتلاقوا فيه كل اللينكات اللي فيها مواقع كلها وطرق التواصل معايا. انا احمد، عارفيني طبعا صح؟ كنت راجع من الجيم وواقف مستني الاسانسير، يوم عادي جدا مفيهوش اي مشاكل. لما دخلت اللوبي جوه وقفت استنى الاسانسير والنور رعش بتاع اللوبي، بصيت للانوار، بعد كده بصيت للجو بره، كان لسه الجو نهار. قلت معقول حد يجي دلوقت؟ بس ركبت وطلعت الشقه، دخلت وخدت دش، وقفت قدام المرايه بلبس هدومي. لما عيني جت على المرايه هنا قلب وقع في رجليا، لما شفت اللي مرسوم عليها. وهنا خدتني الذاكره لزمان، ليوم شهد الله يرحمها وقاتلي بسفكوك ونزولي ارض الجن. وقتها لما نزلت كنت قاعد مع سندس وبدأت تقولي تعرف احمد ان سفكوك عشيرته كبيرة وفي منهم ملوك للاقاليم مش هيسكتوا ابدا، هيستنوا لك فرصة او غلطة. وقتها انا ضحكت قلت له هو مين مش مستني لي غلطة؟ فابتسمت ورفعت ايدها ورسمت بايدها رسمة في الجو، وظهر وقتها رمز قدامي وقالت خلي بالك من الرمز ده، ده رمز مملكة سفكوك وعشيرته. هنا انا فقت وانا قدام المراية ورمز عشير السفكوك عليها، يعني حد من عشيرته جاييني وغالبا ملك من ملوكهم هنا. هنا انا دخلت الاوضه متوتر، مكنتش عارف اعمل ايه، وبقول في نفسي ده ملك مش اي حد، يعني لازم افكر واحسبها كويس. لازم يا احمد تفكر، حياتك كده شكلها انتهت يا معلم خلاص. بصيت للساعه كان باقي تقريبا 4 ساعات ونص والدنيا تليل، هعمل ايه طيب؟ هل مثلا اجيب حد يقعد معايا؟ سافين عهد اي حد يجي يقعد معايا؟ كنتش عارف اعمل ايه، بس دخلت لبست جينز والتيشيرت وشلت شنطتي وحطيت فيها شوية حاجات، ووقفت في نص الصالة وبديت اردد الكلمات بتاعتي، وبدأت اغمض عيني وانا بحس ان انا نازل من المعبر في جناح سندس قعدت. فضلت قاعد فيه ساعة وطلعت لفوق، كان باقي ساعتين تقريبا. بديت ابص يمين وشمال، الشقة صغيرة يعني ممكن يتحكم فيها بسهولة لو دخل هنا. انا محتاج مكان اوسع، مكان اعرف اتحرك فيه براحتي، مكان اعرف اجي يمين وشمال فيه. هنا وصل عهد، كان بيبص لي جامد وعرفت هو جاي في ايه، خصوصا لما بدأ يتكلم وبيقول لي احمد عشيرة سفكوك. هنا شاورت له بايدي قلت له انا عارف انا عارف. هنا راح مكمل قال لي انت عارف اننا كملوك. هنا شاورت له من انا حافظ وهيقول ايه، قلت له انا عارف عهد عارف. فسكت وسكت دقيقة تقريبا بصين لبعض، لما قلت له انا عايز منك خدمة، هنا بصلي باستغراب وقال لو ما يخالفش. قلت له مش هيخالف عهد، انا عارف مش هيخالف ما تخافش. بنى على وشه انه متضايق انه كل شويه اقطعه، بس قال لي قول. قلت له القلعه السوداء. هنا بصلي باستغراب وقال مالها، انا عايز اروحها. هنا رد قال لي بس دي مهجوره في الارض الملعونه، تنزل تعمل فيها ايه هناك؟ قلت له ما انا عاوز اروحها وخلاص، المشكلة عندك؟ قال لي مفيش مشكلة بس ليه؟ قلت له من غير ليه؟ يعني ممكن توديني ولا لأ؟
قال لي اوكي هوديك بس خلي بالك اللي دي بعيدة عن البوابات. قلت له وديني انت وبس. هنا بص لي عهد وحاول يدخل دماغي 3 دقايق كاملة بس ما قدرش. فبص للأرض وبص لي وزي ما يكون زهق وقال تعالى. فعلا نزلت القلعة السوداء. انا حافظها، عشت فيها تقريبا شهر كامل لما كنت هموت وقت حرب الجن وسندس عزلتني هناك. بحكيها لكم بعدين. قلعة كبيرة كلها صالات ومش معقدة، تقريبا كلها مفتوحة على بعض. مكان مثالي السنة اللي هيجي واعرف اتحرك فيها براحتي. ومشي عهد وبديت انا شغلي، بديت ارسم مربعات ضخمة وكل مربع فيه 7 دوائر. بدأت اسيب ممر صغير بين كل مربع والتاني تقريبا 2 أو 2.5 ساعة والليل نزل. هنا قعدت في وسط مربع منهم مستني مين اللي هيجي، بس الساعة فضلت تمشي لغاية ما وصلت 12 بعد نص الليل لما سمعت صوت حاجة بتجري بسرعة وطلع من الصالة الشمال جاي عليا كلب ضخم بحجم ضخم جدا تقريبا زي الفيل، لونه احمر حمار الدم وبيجري بسرعة عليا. هنا انا عرفت ده عفريت من عفاريتهم، من عفاريت الجن. فوقفت وفي ايدي ماسك الشنطة بتاعتي على كتفي. لما وصل عند المربع الاول ووقف، او بمعنى اصح اتصدم لما مقدرش يعدي، والمربع كله تحول للون ذهبي واطرافه واطراف الدايرة اللي حواليه اشتعلت. هنا اتقلب لشخص دميم، انا شايفه من تحت القناع وهو بيشاور انت فاكر كده هتفضل هتهرب؟ هتفضل عندك لامتى من غير اكل وشرب ونوم؟ في الحقيقة هو معاه حق، هو عارف ان الدايرة دي مربوطة بيا وان انا لو نمت هيزول تأثيرها، بس انا كنت بلعب على حاجة تانية، كنت بلعب على الوقت، كنت عايز اعرف مين اللي هيجي لغاية الفجر. انا اصلا معرفش مين ده، بس مرة واحدة لقيته بقى 2 وشوية والصلاة ملت منهم. هنا بدأت اعرف يعملوا ايه، وخصوصا لما شفت كم واحد منهم بيمشي على حيطان الصالة عرفت دول هيطلعوا هينزلوا من السقف لنص الدايرة وهيقفوا فوق نص الدايرة ويوصلوا واحد ورا التاني من غير ما يلمسوا الدايرة واتسحب انا من تحت. كنت عمال افكر انا ما عملتش حسابي لده وانا غلطت ان انا نزلت ولا ايه، كان مبتسم. هنا رجعت لورا وحطيت ظهري على الحيط وبدأت اهمس بكام كلمة. كان بدأوا ينزلوا فعلا من السقف زي ما توقعت واحد ورا التاني، لما مرة واحدة زقر صوت متوحش رج القلعة لدرجة ان 2 منهم وقعوا في نص الدايرة واتبخروا وبصوا الباقيين لبعض لفزع. في اقل من ثانية الكلام ده كله بفزع مع صوت دمار حاجة رمتني على وشي من كيان اللي دمر الجدار ودخل بحجمه الاسطوري، خليط ما بين الاسد والماموث والصقر وفارد اجنحته الاربعة وبيزقر، وبدأوا يجروا وهو يهاجم. تقريبا ما سابش حد فيهم غير 2 طاروا بعيد وواحد بيصرخ وهو بيطير انتظروا قسورة. ندهت على كيان ورجع بصلي نزل دماغه وعدت ألعب في دماغه وأنا برتاجف ضخم جدا، حطيت إيدي يدوب على حتة من دماغه بس ما كنتش برتاجف من اللي حصل لكن من الاسم اللي أنا سمعته. قسورة أنا عارفه، ملك من ملك من ملوك الأقاليم السوداء، قوي جدا وعنيف من عشيرة سفكوك. كويس إن اخترت المكان ده. مشيت كيان وقعدت أفكر أعمل إيه. كنت عارف إن كيان مش هيقدر عليه لوحده، لازم فكرة تانية أو حاجة تانية. هنا حسيت بحاجة بتنزل من ظهري، مديت ايدي لورا لقيت دم. جا منين الدم ده؟ هنا عرفت لما كان دخل من الجدار اكيد شظية ضربت في ظهري ومن الخوف والادريانالين حسيتش بيها بس شكلها كبير. قعدت احاول اوصلها بايدي وفعلا وصلت، كانت خشبة من عمود خشب من الخشبة اللي في الصالة سحبتها. كنت بحاول امنع نفسي من السريخ كانت كبيرة جدا ورمتها.
سندت ظهري على عمود بفكر اعمل ايه، والظهر انا غلطت لما نزلت. طبعا عهد مش هيسمعني، هنا مش هيسمعني ومحدش هيسمعني. فكرت ارجع، وفعلا قعدت احسب مكان المعبر اللي ممكن اطلع منه، او بمعنى اصح البوابة اللي انا هعدي منها. وطلعت بره على البلكونة الحجرية السودة القديمة، وقفت ابص للسماء السودة، ورجع شريط حياتي قدامي. معاركي كلها، حياتي كلها، سندس، الجن، الانس، النزول، الصعود، بس فوقت منه وبديت ابص للسماء واحسب زي ما اتعلمت بالظبط المكان، وعرفت ان قدامي مسافة مش اقل من 3 ايام لاقرب معبر. بس همشي ازاي؟ وقسورة ممكن يجي في اي لحظة، واكيد مراقبني. اول مرة احس ان انا خدت قرار غلط في حياتي، حسيت بالندم، بس قررت ان انا اصلح الغلط. فيش وقت ان الواحد يندم، هطلع وامشي للمعبر. انا صح مجروح وتعبان بس هقدر. وطلعت الليل الصحراء بارد ومخيف، وبديت المشي من القلعة السوداء اللي في قلب الصحراء. كنت ماشي وسط الرمال اللامتناهية والليل والظلام العميق، وانا ماشي حسيت بتحذير من جوايا، حاجة من جوايا، لما فجأة بدأت اسمع اصوات غريبة حواليا، زي ما يكون صوت مجموعة من عفاريت الجن بتستعد للهجوم. انا عارف اميز من اصواتهم، وفي الضلمة بدأت اشوف انعكاس اعين بالوان غريبة، وبدأت اشم روائح نتنة. وقفت، كنت عمال امشي بين الكثبان الرملية او التلال الرملية، وبسمع اصوات مشوشة بتوصل لوداني، وبيظهر اشكال يمين وشمال قدامي، وعيون بتلمع، عيون بتلمع في الضلمة، وهمسات الجن بدأت توصل لعقلي، وبدأ الرعب يدب فيا. وفجأة بدأت تظهر مجموعة على اليمين، كان شكلها من الجن والعفاريت، كان شكلهم مرعب جدا، وهم ماشيين على 4 على ايد اليمين على بعد 100 متر. اتأكدت ان قناعي راكب، ولمحت وجوههم المشوهة واشكالهم الملتوية وهم جايين. كانوا بيجروا وخطواتهم تقيلة، في منهم اللي بيجري على 4 وفي منهم اللي بيجري على 2. هنا حسيت بالرعب لكن ما استسلمتش، بحاول استعيد شجاعت وثقتي بنفسي. في اللحظة دي جت عاصفة رملية حوالينا، هي مش عاصفة قوية بس حسيت بيها جاية، واختلطت بصوت الجن. هنا فقدت الرؤية للحظة، مشفتش حاجة من التراب. لما لقيتهم قربوا أكتر، شميت ريحة الخطر وبديت أجري، وأنا بتذكر قوتهم وعارف إن لازم ألاقي طريقة، مش هينفع أجري، مش هينفع أجري منهم أبدا، وكان الجن ده وراي. وأنا بأجري كنت بدور على أي حاجة ممكن تساعدني على الأرض، أي حاجة، بس ضلمة وصحراء، ضلمة صحراء بتحكمها قوة خارقة. فعلا جريت كتير بس تعبت، والرمل اصلا صعب الجري فيه، الرمل الناعم. هنا حسيت بضربة على ظهري، انا ما كنت شايف مين ولا مين اللي ورايا ولا ايه اللي ضربني، بس كانت اشبه بعربية خبطتني، لان طرت ووقعت على الارض. لفيت، واخر حاجة لمحتها عيني قبل ما يغمى عليا خيال ناس او مجموعات او حاجات واقفة بتبص عليا، وانسحبت في عالم الاحلام. فتحت عيني مخضوض، قمت بسرعة واقف لما لقيت مصطبة عليها مفرش، هي دي اللي انا كنت نايم عليها، وشباك مفتوح. جريت عليه، كان مكان عالي قوي، وشمعة ولعة، وشنطتي جنبي. جريت فتحتها، طلعت الخنجر بتاع السندس الكبير اللي معايا، وقفت مش عارف انا فين او ايه، او ايه اللي جابني هنا، بس حسيت ان في حاجة ربطاني من وسطي. هنا رفعت التيشيرت، الاصل كان متقطع، هنا لقيت زي شريط مربوط على وسطي، زي ما يكون حاجة قافلة على الجرح اللي في ظهري. هنا الباب اتفتح في ثانية، نزلت القناع على وشي بسرعة، واتفاجئت بيهم داخلين، 2 داخلين عليا. هنا خدت نفسي وقلت تانيسو تانية، هنا بصولي وضحكوا،
كان آخر اتنين ممكن أتوقع وجودهم أصلا. رفعت القناع وقعدت على المصطبة. أنا جوايا كنت مبسوط جدا، كنت حاسس بالراحة والانبساط لما قلت لهم هو أنا إيه اللي جابني هنا وإيه اللي حصل. فبصوا وضحكوا وبدأوا يتكلموا هما الاتنين. احنا كان عندنا دورية وبلغونا بوجودك هنا، كناش هنعترض طريقك ولا اي حاجة، بس في نفس الوقت بلغونا ان في هجوم عليك من الجن. هنا كملت تانية وقالت انت موقفك معانا رائع، انت رجعت الصولجان، مبلغتش عنا ولا عن سرنا وحفظت العهد، وبالتالي حبينا نساعدك فتوجهنا ليك مباشرة وقدرنا ننتزعك من بين الجن وقدرنا ان احنا نخلصك منهم. هنا بصيت لهم وقلت لهم العصفة صح الهوى، رددوا ايوه دي كانت دوريتنا. بصيت لهم وابتسمت وانتبهت كان جنبي ترابيزة عليها اكل، بديت اكل منها لما قعدوا جنبي وبدأوا يسألوا ايه اللي رجعك هنا تاني. هنا بصيت لهم وقعدت احكي لهم الموضوع وانا باكل، وبعد ما خلصت اكل بصوا لبعض جامد زي ما يكونوا بيتشاوروا. وقف تاني سؤال، انت مرحب بيك هنا احمد في اي وقت، بس للاسف احنا ما نقدرش نواجه قسوره الاعتبارات كتير، ده غير ان بيننا عهود. هنا قطعته وانا بقف وبقول له انا مش محتاج مساعدتكم، كفايه اللي انتوا عملتوه لحد دلوقتي، انا همشي للمعبر والبوابات. هنا رد التاني قالت بس انت لسه قدامك كتير عليهم، انت لسه في اول الصحراء. قلت لها مش مهم هوصل، انا محتاج بس منكم حاجه واحده بس، حصان وخلاص ده لو ممكن. هنا رد التاني سأل اكيد وسابني ونزل. قعدت معايا تانيه وانا كنت فاتح الشنطة برتب كام حاجة فيها وبتأكد من وجود الحاجات اللي انا واخدها قبل منزل، لما بدأت تتكلم وقالت ايه اللي دخلك معاه. هنا بصت لها وابتسمت وقلت النصيب هو اللي دخلني معاه، بس ملحقتش اخلص الكلمة دي الا وتانيس جوه بيقول لي الحصان جاهز. هنا فهمت ان ده معناه امشي، يعني حتى مش عايزني استنى للصبح، وده حقهم انا متفهم كده، قسوره مش هين. فعلا نزلت وركبت الحصان ومشيت بره القلعه، الجو كان تلج وليل، الحصان ما كانش احسن حاجه، ما كانش احسن، مش رعد مثلا اللي كان بيسابق الريح بيا ولا بضخامته ولا بقوته. بس طبعا انا كنت عارف الفرق بين حصان ملكي وحصان عادي، وفضل ماشي بيا بسرعه متواضعه، وخدنا وقت طويل لغاية ما وصلنا لأنقاض مدينة. المدينة دي كانت ضخمة بس مهجورة، والفجر كان قرب يطلع، فدخلت أتمشى جوه المدينة المهجورة مع لفحات الهواء البارد. هنا أنا قلت خليني أريح هنا شوية، وفعلا طلع عليا الفجر، فدخلت بيت مهجور من البيوت اللي قاعدة ديت، وجيت جنب الحيطة في وش الباب اللي ملوش حاجة أصلا تسده، ونمت ورحت في النوم. كنتش توقع ان انا هنام ده كله، صحيت تقريبا قبل غروب الشمس بشوية على صوت خروشة. هنا انا فتحت عيني وبصيت بجمع انا فين، وانا فوق ولا تحت ولا فين، لما لمحت خيال حاجة بتجري بسرعة. هنا بسرعة فتحت الشنطة طلعت الصوت بتاع سندس منها وتأكدت ان قناعي لازق على وشي ما شلتوش، كنت عارف ان مع غروب الشمس اكيد هلاقي حد منهم هنا، ما انا في ارضهم. وفعلا بدأ الشمس تغرق وطلعت اتمشى بره، كنت رايح اركب الحصان اللي معايا، ووصلت فعلا للمكان اللي انا سبته فيه امبارح الفجر بس ما لقيتوش. يمين شمال ببص عليه كانش موجود. مشيت جوا اطلال المدينة المهجورة ديت ادور عليه، مش شايفه مش لاقيه، وفعلا الشمس غرقت خالص.
وراحت. هنا بدت الحياة تدب في المدينة أو في القرية أو في المكان ده، طبول، مزامير، صرخات، خيالات وحركات. تقريبا أنا كنت في نص البلد ديت لما شفت خيال واقف قدامي، وقوف صريح قدامي، وكان ملثم وبيبصلي بتمعن أو بيبصلي جامد. هنا أنا اتسمرت في مكاني، أنا مش عايز أبدأ، عمري ما هبدأ. أنا كنت بقول الكلام دوت في نفسي، أنا مش هبدأ بالهجوم. وزي ما يكون هو حس بالكلام دوت، لأن لقيته اداني ظهره وشاور له بإيده، شاور لي بإيده يعني تعالى ورايا. بصراحة ما كانش في حل تاني، وأنا حسيت كمان إن هو مسالم، فمشيت معاه واحدة واحدة، لف يمين وشمال ويمين وشمال. ورايا كنت بشوف تشكل الجن وتجسدهم، لغاية ما طلعني برا المدينة على جبل صغير من الرمل، لقيته قاعد بيبصلي. بصيت لورا، كانت المدينة بينه وبينها تقريبا كيلو. وقفت قدامه لما قلت له ارفع لثامك واكشف نفسك، هنا سمعت صوت ضحكة منه، او بمعنى اصح منها، وكشفت اللثام. بنت صغيرة تقريبا 20-25 سنة، وشاورت لي انت انسي صح؟ فضحكت وقلت لها اللي باقي مني انسي، فابتسمت وشاورت جنبها. فجيت قعدت، بس كنت قاعد على حذر. بصيت له وقالت لي انت نزلت ازاي هنا وايه حكايتك بالظبط؟ هنا بديت اتكلم واشرح لها بمختصر الحاجات المهمة. لما قالت سندس دي العظيمة، بس ده موعد طقسها اللي بتعمله، وارض الجن كلها عارفة كده، هم عارفينك واكيد مش هيسبوك. انا كمان على فكرة كنت في ارض الانس بس زمان. هنا بصت لها قلت لها انت كنت في ارض الانس؟ فهزت راسها قلت لها ازاي؟ هنا بصت لفوق زي ما تكون بتفتكر حاجة، وقالت لي تحب احكي لك؟ قلت لها ايوه، انا شكلي هطول هنا. انا اسمي شمرقين. قلت لها ايه؟ قالت لي شمرقين. انا كنت بطلع لارض الانس، بطلع على البحر كل يوم، اقعد على شط البحر. قلت لها كملي. قالت في مرة من المرات لمحت صياد سمك. الصياد ده كان حظه مش حلو ابدا، كان دايما بيرمي شبكته في مكان، المكان ده انا عارفة انه مفهوش سمك نهائيا، وكان بيسيب الاماكن اللي فيها سمك. ففي يوم من الايام حبيت العبه واساعده كمان بعد ما صعب عليا، فبقيت اجيب له انا السمك واملاله الشبكة، ويسحب يلاقي الشبكة، وانا ما عنديش حاجة بتسلى. كان يسحب يلاقي الشبكة مليانة، هو فاكر انه من شطارته، ما يعرفش ان انا بملها له كل يوم. وكنت بشوف بياخد السمك ده ويروح يبيعه وياخد تمنه لأبوه وأمه. بعد فترة حس إن الأمر مش طبيعي، فرمى الشبكة في نفس المكان اللي ما بيجيبش سمك، والمكان ده كان مكان طيني كله صخور، بس أنا ما انتبهتش للخدعة ومليت له الشبكة سمك. هنا وقف وقعد يبص حواليه وينده ويقول إن كنت إنس أو جن فالأفضل توريني نفسك. هنا انا عرفت ان انا اتخدعت، وان هو حس بوجودي، وفكرت في الموضوع ده ليه لا، خلينا اكشف له عن نفسي. وفعلا اتجسدت له وطلعت من وراه، بس اتخض وهرب وسابني وجري. بس تاني يوم جه في نفس المكان ونفس الموعد، وكان باين عليه اقوى، ونادى بصوت عالي ايها الجن انا كنت مستنياه، واتجسدت له وطلعت له واتكلمت معاه، قلت له انا بساعده من فترة كبيرة، وانبسط بكده. وبديت اقعد معاه يوميا لغاية الفجر، وامشي بعد ما اكون مليت له الشبكة كلها من خيرات البحر. وفي يوم من الايام لحق بيا واحد من افراد عشيرتي وانا فوق، وشافني واني كنت مع الصياد دوت، وعرف ان انا علمت الصياد بعض امور السحر الخفيفة. هنا انا بصيت لها بحذر وقلت في نفسي شيطانة يعني، وهي حست بالكلمة وحست باللي في نفسي، فبصت لي لما قلت لها كملي.
قالت لي انا ما انتبهتش الا بعد فتره ان بدا يتواصل مع الزاحم اللي هو من عشيرتي اللي شافني واللي كان كل همه ايذاء البشر وبس. ويوم بعد يوم كان بيتعلم ويتقن فنون السحر من زاحم اللي عرف يتواصل معاه وبدا يعلمه السحر وفنون السحر كلها. في الوقت ده انا قررت ان انا ما اطلعلوش تاني وان انا مش هكمل معاه، وفعلا وقفت الخروج ليه. بس كنت بشوفه وهو بيطغى وبيزيد في الطغيان وبيشتغل في السحر اكتر اكتر، وبعد فترة اصبح معروف عند تجار البلدة كلها بقوته وجبروته. وكنت بشوفه وهو مش راضي بالرزق القليل وانه فضل السحر. في يوم من الايام عجبته مراد كبير تجار البلد، وده كان راجل كبير. هنا بدأ يشتغل مع زاحم على انهم يفرقوهم عن بعض، وفعلا قدر يموت التاجر ويتجوز مراته بعد فترة. انا هنا كنت بسمعها واقول الكفر ملوش ملة لما بدأت تكمل مرة تانية وتقول، واستمر بطغيانه وجبروته الا ان قرر التعامل مع ملك من ملوك الجن الجبابرة. وبصيت لي كده وقالت لي انت عارف مين؟ قلت لها معرفش. هنا بصت للأرض وبصيت له وقالت قسورة. هنا انا انتبهت او قلقت من اسمه لما بدأت تكمل، ومع تواصله مع قسورة زاد وطغى مستمر الحال الى ان في يوم من الايام اخطأ في طقس من الطقوس. هنا قرر قسورة انهاء حياته بس مش بايده هو. هنا بصت لها كده قلت لها مال بايد مين؟ بصت له قالت بايدي انا. هنا انا بصيت وسكت، ايه الجبروت ده؟ قلت لها بايدك انت؟ هزت دماغها وقالت ايوه. وكان سبب دوت او تبريره لان انا اللي بديت تعليمه. قلت له انا ما كنتش عارف انه هيتفتن ولا اي شيء، بس ضغط على عشيرتي وهو معروف بجبروته وقوته وهدد العشيره كامله انه هيفنيها ان لم يستجيبوا لامره. وفعلا استجابت العشيره لامره. قلت له عملت ايه؟ بصت الارض وسكتت شويه وقالت يوم من الايام استنيته وهو نازل البحر يستحمى وسحبته، فضلت اسحب فيه وهو بيصرخ ويقاوم الغرق. وكان اخر حاجة شافها قبل ما يموت منظري وانا بسحبه. هنا انا لمحت في عينيه حاجات كتيرة، لمحت في عينيه خوف، رعب، فزع، خيبة امل، فزع، حاجات كتيرة لمحتها في عينيه وانطفت عينيه. ومن يومها انا ما بطلعش فوق. دي الحكاية كلها يا انسي، فانا مش هقدر اساعدك في اي حاجة في رحلتك دي. انا كنت بسمع وانا مش مستغرب يعني، قلت لها انا مش عايز مساعدتك، انا بس عايز حصاني اللي كان. وما كملتش الكلمة لما قالت مش هتلاقيه، انساه يا انسي مش هتلاقيه. تلا انساه؟ انساه ليه؟ انا بقى تتكلم وهي واقفة وتقول كل اللي هنا عارفين انك الطريد، كلهم عارفين انك طريد لقسوارة ومحدش هيساعدك، وخدوا منك الحصان اثناء نومك، محدش هيساعدك ابدا، فاهم؟ انصحك نصيحة يا انسي، حاول ترجع لأهلك بسرعة، انت هنا وحيد ومكشوف ومشيت من قدامي. هنا وقفت انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اروح فين ولا هاجي منين. بس رفعت عيني للسماء وقعدت احسب المسافة اللي بينه وبين المعبر من النجوم اللي باينه. كان جو ظلمة. هنا كان لابد من اكمل قراري وامشي واكمل المشوار. ونزلت من التل ده لقلب الصحراء وبديت امشي فيها لوحدي. هنا انا اتمنيت ليه معايا او اي حد، بس مش لوحدي كده. كنت بسمع لصوت
الهوى، بشم الروايح حواليا. لما وصلت لشجرة ضخمة ناشفة كان جنبها خشب على الأرض، وصوت البوم كان بينوح حواليها، صوت بوم كتير حواليها. هنا قعدت ريح ظهري، سندت ظهري عليها وريحت، وارجع دماغي لورا وبقول في نفسي سواد الليل يعدي، انا بس عايز سواد الليل يعدي، حتى لو حد هجيبني الصبح ممكن اشوفه، انا هحاول افضل عايش بس للصبح او لاطول وقت ممكن. وقررت جوايا ان انا مموتش بسهولة، وان انا لو هموت مش هموت موتة سهلة، لا انا لو هموت مش هموت موتة سهلة، ومش هموت لوحدي كمان، انا هموت واسمي يسجل في سجلات الجن ان انا اللي قدرت اموت اكبر عدد من الجن في معركة. كان قرار من جوايا كده، وكل ده كان في تفكيري عمال افكر فيه، لما سمعت صوت بوم عالي وجات وقفت قدام على البعد تقريبا 3 متر، ضخمة كانت بتبصلي بهدوء. انا ابتسمت وقلت بصوت عالي وانا بشاور ليها او للبومة ديت، اظهر نفسك واكشف عن امرك. فعلا بدا التشكل، كان التشكل على هيئة شاب في الثلاثينات، بس الجلد بتاعه كان لونه احمر، ووشه كان متغطي بقناع جلدي اسود، ورجليه كانت على هيئة حوافر. هنا انا عرفت حاجة، ده جن ارضي، ده جن ارض، ده من اخبث انواع الجن اللي عادة بيستخدم في الاعمال بتاعت البيوت وكده. لما قرب على ايديه ورجليه يشمشم حواليا، كنت وقفت، كنت ماسك خنجر سندس بايدي اليمين والشنطة على كتفي وقاعد بتابعه. انا عارف ان انا اقدر عليه، ده سهل، ان رغم ان هو قوي جدا، بس انا عارف هتعامل معاه ازاي. لما قلت له انا عابر السبيل، هنا رد بصوت زي الفحيح وقال انت الطريد. هنا لما سمعت كلمة انت الطريد عرفت انه من اتباعه، ومرة واحدة قعد على الارض على ركبه وقال انا مش هأذيك، انا دهشور وانا عايز انتقم من قسورة زيك. هنا انا هديت شوية، بس القلق كان لسه جوه في قلبي. لما شاورت له تنتقم منه ليه، ما هو جن زيك، هنا بص وقال لي ده قتل عيلتي كلها وما سابش حد منهم. كنت ببص له عايز افهم ايه الموضوع، لما سندت على الشجرة وهو كان قدامي قلت له طب كمل ايه اللي حصل. ابويا كان من الحكماء واستنكر مع مجلس الحكماء افعال قسورة، وخصوصا اذيته اللي امتدت للعالمين الانس والجن، فاجتمعوا في يوم وواجهوه وخيروا ما بين ترك الاقليم او التوقف عن الاذى. هنا انا قلت له طب هو اختار ايه؟ هنا لقيت وشه نزل للارض وقال قتل مجلس الحكماء كله، وخرج كمان مع اتباعه على عائلات المجلس، قتل كل عائلات المجلس وافنى ذريتهم كلها. كان واضح عليه التاثر وهو بيتكلم. لما قلت له طب وسبك انت ليه بقى ما دام افنى الذريه كلها، رفع راسه وقال عبره، سابني عبرة للي يفكر يوم يعارض قسورة، لأن كنت غير متواجد يومها، ومن يومها أنا بدور على طريقة للانتقام، وانت عارف قوته وجبروته، واعتقد يا إنسي إنك كمان عايز تنتقم، أنا ممكن أساعدك. قلت له تساعدني، تساعدني إزاي؟ قال لي أنت عايز إيه؟ هنا بصيت له وسكت شوية وقلت له أنا عايز أوصل للمعبر، في حاجات فوق هتسهل لي كل حاجة هنا، لكن أنا هنا محصور، ما عنديش قوة، ما عنديش أي حاجة. قال لي حاضر هوصلك للمعبر، بس تساعدني إن أنا أنتقم منه. هنا قلت له أنا هطلع فوق وهساعدك، ما تقلقش، أنا بوفي دايما بوعودي حتى لو إيه. هز دماغه وقال لي أنا هاخدك من طريق بعيد عن جنوعه وأتباعه، تعالى ورايا. وبدأ يتسلق الأحجار الصخرية اللي في الجبل الصغير اللي كانت بدايته جنب الشجرة، وصلنا قمة جبل متوسط، بس كنا على طلوع الفجر لما قال أنا هدخل المغارة دي أنام ونكمل بعد الغروب.
هزيت له راسي وقعدت اشرب من ازازة المية اللي كانت في الشنطة اللي كنت بحافظ عليها اكتر من اي حاجة ممكن احافظ عليها. ريحت راسي لورا وفضلت نايم لغاية المغرب. ليلة تانية في ارض الجن، محدش هيفقدني، كان الوحيد اللي ممكن يفتقدني مش موجودة. وهنا طلع قدامي لما قال لي نكمل مشي، قلت له يلا نكمل مشي. كان بيمشي سريع جدا على ايديه ورجليه بسرعة، بس كنت بعرف ان انا احاول الاحوه او احاول اوصل له. لما مرة واحدة سمعت صوت عواء، عواء ذئب، كان صوت قوي جدا رج المكان وقريب في نفس الوقت. هنا التفت للدهشور ما لقيتوش، الجبان سابني، وفي ثانية اتحط بقطيع من الذئاب الضخمة الواضح انها جن ومن اسياد الجن كمان بسبب حجمها وضخامة رؤوسها. كان متوسطهم ذئب ابيض ضخم واقف بيبصلي، كانت عينيه من نار وهو مركز معايا، ومرة واحدة كشر عن انيابه وقفز علي، او بمعنى صح هجم مرة واحدة عليا. هنا انا لفيت بسرعة حوالين نفسي وسبته يفلت مني، كنت عايز اضربه بالخنجر اللي في ايدي، بس حسيت ان الخنجر في اللفة دي ضرب الهواء ما ضربش حاجة. وسمعت الصوت من وراي بيقول لي قف. هنا بسرعة انا لفيت بسرعة شديدة بس ما لقيتش الذئب. كانت واحدة ست، عباية بيضة مطرزة مغطية الجسم كله وهود على الدماغ، وكانت العباية جميلة جدا وهي واقفة بتشع بياض او نورها بيشع ومبتسمة. بس انا كنت اتعودت ان ما اهتمش بالابتسامات، ما بتغرنيش الابتسامات لان عادة وراها تجيب مصايب. لما شاورت بايدها عليا وقالت انت الطريد صح، كنت ساكت. لما كملت وقالت ولا تحب اقول لك احمد، هنا انا سكت من الكلام بتاعها. لما شاورت عليا وقالت ختمها عليك، ختم الملكة يا انسي، ختم ملوك الجن عليك. انا كنت عارف ان مش اي حد ان الجن ممكن يشوف الختم ده فعلا، وان الجن بس هم اللي يشوفوه، بس لازم يكونوا من اسياد الجن. لما قربت مني في الثانية واحدة كانت باردة وهي بتلمسني، حط ايدها على صدري تحت التيشيرت المقطع اصلا، ومشت ايدها وضوافرها على صدري مكان الختم وهي بتبتسم وتقول ده ختم ملوك الجن. انت احمد، محدش بياخد الختم ده غير ملوك الملوك. كانت بتكلم وهي مقربة قوي مني، وهنا فرقعت بصوابعها. انا اتخضيت من فرعيتها دي، بس لما بصيت ورا ما لقيتش حد. قطيع اللي كان معاها كله كانش موجود، كانت بتمشيهم، كانت هي وبس. لما مدت ايدها وقالت اقعد ما تقلقش انا موالية للعظيمة، قعدت وقلت لها انا كان معايا واحد. استغربت وقالت واحد ايه؟ قلت لها كان معايا جن اسمه دهشور ماشي معايا هنا من شوية. فابتسمت وقالت انت قصدك على الجن الارضي؟ قلت لها ايوه. قالت اكيد خاف لما شافنا، استخبى ما تقلقش اقعد. فعلا قعدت على الارض، كانت بتبصلي بشغف او بتبصلي بهيام حاجه زي كده، وانا بقلق من الحاجات ديت. لما قلت لها انت مين؟ هنا ردت وقالت زمرده، انا اسمي زمرده. انا عايزك تعرف ان قسورة مش هين وان من الجن القوي. هنا رديت وطلع عارف علشان كده انا بس عايز اوصل للمعبر هنا، وبعد ما اطلع هشوف انا هعمل ايه، انا اصلا غلطت ان انا نزلت هنا، كلنا بنغلط. ردت عليا وقالت كده وهي بتهز راسها كلنا بنغلط، انت عارف ان انت خدمتني من غير ما تعرف. هنا انا استغربت، قلت انا اول مرة اشوف اصلا، حتى لما عدت راجع في دماغي انا مش فاكر الاسم ده كله، ما مرش عليا. فقلت لها ازاي
أنا ما بنساش صورة حد شفته. فابتسمت قالت اسمع، أنا كنت زي أي حد عادي، متزوجة وعندي أسرة وعايشة في سعادة، وكان زوجي من أكبر محاربين مملكة الجن، وكان بيصول ويجول في كل المعارك، كان دايما بياخدوه في المعارك معاهم، وكتير جدا حاول قصورة ضمه لجنوده، لكن كان بيرفض يحارب تحت رايته، كان بيرفض ان ينضم لقصورة، كان ولاؤه لسندس وبس. وانت عارف ارض كلها بتخاف من سندس، وزوجي كان موالي جدا ليها. هزت لها دماغ ان انا عارف كل ده. في مرة من المرات استدعاه قصورة وطلب منه الانضمام لي، او هيأسرني انا لو رفض. هنا ثار عليه زوجي واشتبك معاه، وفعلا كان هيفتك بقصورة في عراك دموي. وسكتت شوية وكملت وقالت زوجي كان قوي جدا وكان هيفتك بقصورة لولا تدخل وخيانة سفكوك اللي كان مساعد قصورة. هنا انا افتكرت الاسم الزفت ده، ما هو ده سبب البلا كله. وبصت له وقالت وقدروا يقتلوا زوجي وطردوني مع عشيرتي برا الاقليم، وبنعيش هنا في الجبال. ولما عرفت انك قضيت على سفكوك ارتحت. عرفت ليه بقولك خدمتني؟ هنا هزت لها دماغي ان ايوه، لو عايز تقضي عليه لازم تعزله، قوته من قوة اللي معاه، فاهم؟ هزت لها دماغي، ما انا عارف كل الكلام ده. لما قالت لي اساعدك ازاي؟ قلت لها انا مش عايز اي حاجة منك، بس انا عايز اي حاجة اركبها، حصان، حمار، بغل، اي حاجة، انا تعبت. هنا بصيت له وابتسمت وقالت للأسف مفيش، لكن ممكن تاخد ده. وشورت ورايا كان في ذئب طلع مرة واحدة، ذئب أسود ضخم عينيه غريبة نار واقف، كان منظره مرعب. قالت تركبه هيمشي على هواك ما تقلقش. هنا بصيت لها وقلت لها أنا عمري ما بقلق، تقلقيش أنت، أي حاجة بتمشي على هواي. وفعلا ركبته وفعلا بدأ يمشي فوق الأحجار لغاية ما نزلنا. هنا شفت دهشور بيجري جنبي والذئب بيبص له بصة لا مبالاة. هنا طبطبت على الذئب فوقف، قلت له هو انت رحت فين؟ بس قال انا خفت من القطيع من اسياد الجن، وانت عارف ان دول اقوى مني بكتير، ففضلت مستخبي واسمعك لغاية ما شفتك بتمشي في امان انت ودوت. وشاور على الذئب، قلت له تمام، يعني انت سمعت الحوار كله؟ قال لي ايوه سمعت الحوار كله. قلت له طيب هنمشي ازاي بقى؟ عايزين نوصل، لازم نوصل للمعبر بسرعة ونبعد عن طريق قصورة نهائيا. قال لي تعال ورايا هدلك على الطريق. كان بيمشي بسرعة وفضل يجري وانا فوق الديب بنجري. تقريبا الصبح صبح علينا لما وقف وقال نريح نريح ونكمل بكرة، واختفى في مغارة من المغارات. انا حطيت راسي جنب صخرة جنب الديب وحملت الديب زي مخدة ورحت في النوم. وعدت الليلة تالتة، قبل ما اصحى شميت ريحة وحاجة بتلمسني بسرعة، مسكت الايد اللي بتتمد وسحبتها بقوة لما لقيت نفسي على الارض وحوالي 8 ضخام واتنين رفيعين في النص، كله كان ملسم. بصيت كده انا اللي جاب دول هنا، طلعت الخنجر اللي بحطه في جيبي وقلت في سري بس ناخد لي 3 أو 4 قبل ما اموت. كان الديب اللي ركبته واقف عمال يعو بس ما بيعملش اي حاجة، وانا كنت شايف احجامهم ضخمة جدا. ولما تقدم لي الاتنين اللي في النص ورفعوا اللثام، هنا انا برقت وضحكت ضحكة عالية، ترد عليا بضحكة اعلى منها وانا بقول نيروز وجد. هنا جت نيروز في حركة بسرعة البرق، حضنتني جامد. طلع بالراحة بالراحة هتكسر عظم، انا اصلا مكسر ومجروح وجسمي كله جروح، بالراحة عليا نيروز بالراحة. هنا لقيت وجد جاية وبتنزل راسها تأدبا وبتحييني،
عرفتوا منين ان انا هنا؟ اللي جابكم منه عرفتوا منين هنا؟ ضحكت وقالت الارض الملعونه كلها عارفاك، والارض الملعونه كلها عارفه ان انت هنا، ترى بس انتوا طلعتوا منها خلاص، ايه اللي جابكم من هنا؟ انتوا عملتوا حاجه تانية ولا ايه؟ هنا ضحكت وقالت احنا طلعنا منها كمحبوسين محكومين طريدين، بس نقدر كملوك نجيها في اي وقت انا واتباعي. وشاورت على اللي وراها، بصيت لورا كانوا ضخام جدا ملثمين بالاحمر كله وضخام، والوقت كان على المغرب، فكان كمان ليهم هيبه. لما قلت لها انا معايا دهشور، افتكرت دهشور فعلا طلع من ورا صخره كبيره من فوق قاعد يبص لي، فشاورت له تقول ما تخافش ما تخافش انزل. هنا بصت لي نيروز وقالت ده ارضي، قلت لها ما انا عارف ان ارضي، ايه المشكله في كده؟ فبصت لوجهي وضحكت قالت لا ولا يهمك احمد، شكلك محتاج مساعده، اساعدك ازاي؟ اي حاجه تطلبها الا قسوره، ملناش قدره عليه. هنا كان دهشور واقف يسمع وخايف من السيافين اللي مع وجد ونيروز، كنت بشوف الرعب في عينيه. لما قلت لها انا مش محتاج حاجه دلوقتي، بس لو احتاجتك هندهك، بدل ما تقدرش تعملي حاجه في قسوره انا كده كده رايح ناحيه المعبر، انت في القلب، وخدتها في الحضن ومشيهم اختفوا. كملت مشي انا ودهشور، بعد فتره لمحت حاجه غريبه، عمود من الحجر الاسود، في شخص نصه في الارض لغايه دراعاته، وليه اجنحه عظيمه نصها في الارض، واربع ايادي، اتنين منهم زي ايادي البشر، وايدين زي ايادي الوحوش مليانه مخالب، وليه شعر في راسه زي ما يكون ديول حصان، وليه عينين زي ما يكونوا مرايتين، وليه عين ثالثه في نص دماغه زي عين الفهد، عمال تحس انه طالع منها شرار انوار، هو اسود كله وعمال يصرخ بصوت عالي. انا تهزيت قلت ايه ده؟ شاورت الدهشور تقول هو ايه ده؟ هنا رجع لورا وردت بخوت بيقول معرفش انا اول مره اشوفه، قلت له نبعد عن هنا. هنا رد قال مفيش طريق تاني، هو ده لغايه ورا التلال. كان منظر مرعب، منظر مرعب، صوت صرخاته بيسري في الارض الملعونه كلها. لما قلت له بحذر وانا بقرب انت ايه واسمك ايه وايه اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي جابك هنا اصلا؟ هنا بصلي بألم وبدا يقول باللغه الفصحى انا عفريت من الجن، اسمي داهش ابن الاعمش، وانا مكفوف هنا بالعظمه محبوس بالقدره. أنا عرفت كلمة القدرة معنا إيه لما أكمل، معذب. هنا بدأت أسأله أنت إيه سبب سجنك أصلا في العمود ده؟ فبدأ العفريت يئن ويقول إن حديثي عجيب، كان لأولاد إبليس صنم ضخم من العقيد الأحمر وكنت موكل بيه. هنا أنا رجعت لورا، ده من أتباع إبليس. لما بدأ يكمل ويقول كان بيعبدوا ملك من ملوك البحر جليل القدر عظيم الخطر، بيقوده من عساكر الجن، يقود من عساكر الجن ألف ألف، وكانوا يضربون بين يديه بالسيوف ويجيبون دعوته في الشدائد، وكان الجن اللي بيطيعونه تحت أمري وطاعتي يتبعون قولي إذا أمرتهم، وكانوا كلهم عصاه عن سليمان بن داود عليهم السلام. قلت أنا عليه السلام وكمل، وكنت بدخل في وجوه الصنم فأمرهم وأنهاهم على إن أنا الرب، وكانت ابنة الملك ده بتحب الصنم دوت كثيرة السجود لي منهمكة دايما على عبادته، وكانت من أجمل بنات زمانها ذات حسن وجمال وبهاء وكمال. هنا وصفتها له سليمان عليه السلام، فبعت لأبوها يقول له زوجني ابنتك وأكسر صنمك العقيق واشهد أن لا إله إلا الله وأن سليمان نبي الله، فإن أنت فعلت ذلك كان لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن أبيت أتيتك بجنود لا طاقة لك بها، فاستعد للسؤال جوابا والبس للموت جلبابا، فسوف أسير لك بجنود تملأ الفضاء وتدركك كالأمس الذي مضى. ف
فلما جاء له رسول سليمان عليه السلام طغى وتجبر وتعاظم في نفسه. هنا بصيت له كده وانا بضحك قلت له طب كمل كمل. لما بدأ يكمل قال الملك تجبر وتعاظم وتكبر وبدأ يسأل وزرائه اللي حواليه ايه رأيكم في اللي بيقوله سليمان ابن داود ده بعت بيطلب ابنتي للزواج وان اكسر صنم العقيق وان ادخل في ديني. هنا ردوا عليه الوزراء وقالوا له ايها الملك العظيم هل يقدر سليمان ان يفعل بك وانت في وسط هذا البحر العظيم؟ فان هو صار اليك لا يقدر عليك، فان مردة الجن يقاتلون معك وتستعين عليه بصنمك الذي تعبده فانه يعينك وينصرك. والصواب انك تشاور ربك في دوت قصده الصنم العقيق الاحمر وتسمع هيكون جوابه عليك ايه في الموضوع دوت. فان اشار عليك ان تقاتله فقاتله والا فلا. هنا في نفس الوقت دوت صار الملك من وقته ودخل على الصنم بعد ما قرب القرآن ودبح الذبائح وخر له ساجدا وجعل يبكي ويطلب مشورته ورأيه. كنت ببصله لما قلت له كمل فبدأ يقول فدخلت أنا في جوف الصنم وبدأت أتكلم وأبديت عدم اهتمامي بأمر سليمان وبدأت أنصحه بالحرب على سليمان. فلما سمع الملك جوابي قوي قلبه وعزم على حرب سليمان نبي الله عليه السلام وعزم على مقاتلته. فلما جاله رسول سليمان ضربه ضربا وجيعا ورد عليه ردا شنيعا وأرسل يهدده ويقول له مع الرسول لقد حدثتك نفسك بالأمان يا سليمان، أتعدني بزور الأقوال، فإما أن تسير إلي وإما أن أسير إليك. هنا رجع الرسول إلى سليمان عليه السلام وقال له كل حاجة حصلت ما بينه وما بين الملك وحكى له عن الإهانة اللي تعرض لها. فلما سمع نبي الله سليمان ذلك قامت قيامته وثارت عزيمته وجهز عساكره من جحافل الجن والإنس والوحوش والطيور والهوام وأمر وزيره الدمرياط ملك الجن أن يجمع مردة الجن وعفاريت الجن من كل مكان. فجمع له من الشياطين 600,000 شيطان وأمر آصف ابن برخاية أن يجمع عساكره من الإنس فكانت عددهم 1,000,000,000 بشري وعد العدة والسلاح وركبه هو وجنوده من الجن والإنس على البساط والطير فوق رأسه طائرة والوحوش من تحت البساط سائرة حتى نزل بساحته وأحاط بجزيرة الملك وقد ملأ الأرض بالجنود والسماء بالطيور والوحوش. أنا بصيت له قلت له طب كمل. بدأ يكمل كان واقف دهشور جنبي بيترعش لما قال لما نزل نبي الله سليمان عليه السلام بجيوش حول الجزيرة أرسل إلى ملكنا يقول له ها أنا قد أتيت فاردد عن نفسك ما نزل وإلا فادخل تحت طاعتي وأقر برسالتي واكسر صنمك واعبد الواحد المعبود وزوجني ابنتك بالحلال وقل أنت ومن معك أشهد أن لا إله وأشهد أن سليمان نبي الله فإن قلت ذلك كان لك الأمن والسلامة وإن أبيت فلا يمنعك تحصنك مني في هذه الجزيرة فإن الله تبارك وتعالى أقدرني عليك وأمر الريح بطاعتي فأمرها أن تحملني إليك بالبساط وأجعلك عبرة ونكالا لغيرك. فجاء الرسول وبلغه رسالة النبي سليمان عليه السلام فرد الملك وقال ليس لهذا الأمر الذي طلبه مني سبيل فأعلموه إني خارج إليه. فعاد الرسول إلى سليمان عليه السلام ورد عليه الجواب. بعد كده الملك أرسل إلى أرضه وجمع له من الجن اللي كانوا بيخدموه 1,000,000 جني وضم إليهم غيرهم من المرضى والشياطين
اللي هم في جزائر البحور ورؤوس الجبال، وجهز عساكره وفتح خزائن السلاح وفرقها عليهم، وجمع من الجن ما لا يحصى عددا. أما نبي الله سليمان عليه السلام في الوقت دوت فإنه رتب جنوده وأمر الوحوش إنها تنقسم إلى قسمين، على يمين القوم وعلى شمال القوم، وأمر الطيور والتطير أن تكون في الجزائر، وأمرها عند الحملة أن تختلف أعينهم بمناقيرها، يعني تيجي تخبطهم من فوق في الأعين بس، وأن تضرب وجوههم بأجنحتها، وأمر الوحوش أن هي تأكل خيولهم. فقالوا السمع والطاعة لله ولك يا نبي الله. أنا كنت واقف بسمع الملحمة ديت وشايف هو متأثر قوي، قلت له كمل وإيه اللي حصل بعد كده. قال بعد كده سليمان نصب له سرير من المرمر مرصع بالجواهر مصفح بصفائح الذهب الأحمر، وجعل وزيره آصف بن برخية على الجانب الأيمن، ووزيره الدمرياط على الجانب الأيسر، وملوك الإنس على يمينه، وملوك الجن على يساره، والوحوش والأفاعي والحيات أمامه في موكب مهيب. ثم زحفوا علينا زحفة واحدة، وتحاربنا معهم في أرض واسعة لمدة يومين، ووقع البلاء في اليوم الثالث. طول حصل إيه؟ قال نفذ فينا قضاء الله تعالى، وكان أول من حمل علي على سليمان أنا وجنودي، وقلت لأصحابي الزموا مواطنكم حتى أبرز إليهم وأطلب قتال الدمرياط. قلت له كنت عايز تحارب الدمرياط؟ قال نعم، وإذا به قد برز كأنه الجبل العظيم، ونيرانه تلتهب ودخانه مرتفع، فإنه الدمرياط العظيم. فأقبل ورماني بشهاب من نار، فغلبه سهمه على ناري وصرخ صرخة عظيمة، تخيلت منها أن السماء انطبقت علي واهتزت صوته الجبال، وأمر أصحابه فهجموا علينا هجوما واحدا، وكانت حرب قوية جدا، وبدأنا نصرخ بعضنا على بعض، وارتفعت النيران وعلى الدخان، وكادت القلوب أن تنفطر من المناظر، وقامت الحرب على قدم وساق، أصبحت الطيور تتقاتل في الهواء والوحوش تتقاتل في الثرى، وأنا كنت بقاتل الدمرياط لغاية ما أتعبته وأتعبني، فهو الدمرياط العظيم. وبعد كده ضعفت وخذلت، وخانني أصحابي وجنودي وهربوا، فانهزمت عشائري كلها. وصاح نبي الله سليمان هذا العظيم هو النحس الذميم علي، فحملت الإنس على الإنس والجن على الجن، ووقعت بمملكتنا الهزيمة، وكنا لسليمان غنيمة، وحملت العساكر على جيوشنا والوحوش حولهم يمينا وشمالا، والطيور فوق رؤوسنا تخطف أبصار القوم وتفقأ أعينهم، تارة بمخالبها وتارة بمناقيرها وتارة تضرب بأجنحتها في وجوه القوم كلهم، والوحوش بتنهش الخيول وتفترس الرجال، حتى سقط القوم على وجه الأرض كجذوع النخل. قلت له وانت؟ قال لي أما أنا فطرت من ما بين أيدي الدمرياط فتتبعني مسيرة 3 شهور حتى لحقني وحبسني كما ترى، محبوس هنا كفيف ذليل. ودي قصتي. هنا بصيت لدهشور اللي كان خايف ومتعجب، وانا كنت واقف بنفس المنظر ده ببصره كده، لما فضل يبصلي باستغراب قلت له كمل. قال لي شميت ريحتك يا انسي وعرفت انك المطلوب، فاستغثت بك فاغثني. قلت له طب انا اغيثك ازاي؟ قال لي هناك، شاور وراي، صخرة عظيمة. بصيت فعلا ورا لقيت في صخرة سودة شكلها كبير او شكلها غريب جدا موجودة ورا. بصيت له بصيت له قلت له مالها دي؟ قال لي تحتها هناك صحيفة فيها فكي وغوثي، طلعها وقراها فهي متلصمة على عالم الجن، لا يستطيع جني قراءتها ولا يقدر عليها سوى ملوك الجن أو المتجول، وأنت هو، وأعتقد أنك مش هتفهمها، أنا عايزك بس تجيبها تردد ما بها بقربي. هو قلت له ماشي أوكي،
فعلا مشيت للصخرة ولفيت حواليه وبيتت احفر بس ما كنتش قادر. هنا جالي دهشور قوي فحرك الصخرة زعزعها من الاربع اتجاهات ادور عليه. فعلا لقيت فيه صحيفة السوداء مسكتها وفتحتها كانت متلصمة كلها بكلمات ورموز حاجة غريبة. هنا طلعتها. هنا سمعت العفريت بيقول قربها مني بسرعة وقتلوها. هنا مسكتها وانا رايح ليه وقربت منه فتحتها وبصيت فيها قعدت ابص فيها وبصيت له كده ضحكت ضحكة عالية عالية قوي مع انه ما كانش وقتها انا عارف غصب عني. لهنا بان الاستغراب على وشه ووش دهشور لما رفعت وشي للسماء وقلت الحمد لله على علم ينفع الحمد لله وتسلم يا سندس. هنا بصولي وكانوا بيستغربوا وخصوصا العفريت لما قلت له بص من الاول انا عارف انك كذاب ده اولا لان دمرياط ما كانش وزير سيدنا سليمان من الجن ابدا وده اسم يهودي. تاني حاجة سيدنا سليمان ما حاربش ولا مرة علشان واحدة الست ودي من اللي انتوا زرعتوها يا يهود. تالت حاجة يا لعين انت يهودي وتأثرت في معركة من معارك الجن بينكم وبين بعض والطلسم ده شورت له على الصحيفة مكتوب فيه كده بس ده برضو ترسم تحريرك بس برضو سبب سجنك مذكور وانت متوقع ان انا مش هعرف اقرا اللي فيه. هنا مذكور انك سجنت بسبب خيانتك لعشيرتك يا نجس. هنا انفجر غضب العفريت وبدا يلعن سوف اقتلك يا محمدي. هنا بدا يرمي كلام هموتك يا لعين. فضحكت قلت له يا عم انتوا كلكم هتموتوني كل واحد يقول له هموتك شوف انا بقى هريحك على الاخر. مسكت الصحيفه قدامه وقعدت اقطع فيها بسكينه سندس. هنا اتجنن لا 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 وقعد يسترجل. قلت له كده محدش يعرف يلاقيها ولا حد يعرف يتلوها عليك وهتفضل بقى تموت هنا شوف مين اللي هيموت التاني. قطعتها كلها حتت صغيره ورفعتها للهوا اللي نثرها في كل مكان وسبته ومشيت وهو عمال يلعن. هنا كان دهشور بيبص له بخوف وتعجب لما قال لي انت عظيم. فقطعت له لا 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 العظمة لله بس انا مش عظيم ولا شيء انا عادي العظمة لله بس انا عشان بسمع الكلام ده كتير خلينا نكمل بقى للمعبر. فهزلي دماغه قال له حسنا. هنا مشينا شوية بس اتأخرنا فبصيت دهشور قلت له هو لسه بعيد شاور وقال المعبر بعد التلال ديت. هنا ندهت الذئب وركبته وفضلنا ماشيين لغاية ما وصلنا للمعبر اللي بين جبلين وشاور دهشور هنا نزلت وقفت الديب جنب اللي نام على طول على الارض ورايا وقفت في النص. كان دهشور على ايدي الشمال والديب ورايا وانا بين المعبر كنت عمال العب في الشنطة بطلع منها كام حاجة ودهشور كان واقف سعيد لما بصيت له وابتسمت وقلت له فين وفين. هنا بصلي وابتسم وقال لي هنا المعبر وشاور على السماء فوق وهو مبسوط. هنا انا ضحكت ضحك عالية قلت له انا بصور انا مسألش عن المعبر قصورة فين يا وغد. هنا تهز ورجع لورا وتمتم قص انت وما كملش يعني في نفس اللحظة اللي كنت بقول فيها كده كنت بقسمه بصوت سندس اللي كنت طلعته من الشنطة. اول ما وقفت الضربة جت بالظبط على نصه والصرخة عظيمة وتلاشى دهشور. في نفس الثانية دي ظهر قسورة من ورا تل ومعاه اتنين ضخام كانوا ماشيين بخطوات تقيلة. كان لابس بدلة جلد حمراء وقف الديب يبصله فشاورت له اسكت. كان لابس بدلة جلد حمراء وقناع وضخم لما وقف قدامه متقلدين بسيوفهم وكان بينه وبينه كم متر. لما هنا بديت اردد كلمات بسرعة في وشه بدأت أرددها بقوة أنا مشاور على الاتنين اللي معاه. لما شاور أنت يا لعين قتلت أخلص خدمي. هنا أنا قلت له ده كلب مش خادم. بصلي كده وقال لي تعرفته إمتى وإزاي يا إنسي قسورة. المشكلة أن أنتوا فاكرين نفسكم أذكى مني. أنا من أول دقيقة قسورة عرفت
ان هو مش كده. لما مشي باتجاه غير المعبر لانه حافظ مكانه وعارف حساباته. وكملت معاه ليه يا لعين؟ قلت له لسبب بسيط، لان لو رحت للمعبر كنت هتهاجمني من اول ثانيه، وانا كنت تعبان وكنت عايز امشي يوم ولا يومين بس ارتاح، وفي نفس الوقت افكر فيهم هعمل ايه لغايه ما وصلني هنا. وبكده في خلال اليومين دول هكون في امان، مدام الكلب بتاعك فاكر اني مخدوع، وان انا طول الطريق ببين له ان انا مش فاهم حاجه. هنا بصلي وقال لعين انت قتلت سفكوك، وقلت له هقتلك انت كمان. هنا لقيت لحظه صمت عليهم هم الثلاثه، ومره واحده ضحك ضحكه عاليه وشاور للي معاه اللي كانوا ضخام جدا ومتشحين بالاسود وشكلهم وحش وريحتهم وحشه، سيوفهم شكلها ضخمه جدا، وقال لي اتعتقد ببعض التعاويذ اللي تلاوتها ديت هتوقفني؟ انا قلت له مين قال انها هوقفك؟ دي اللي معاك مش ليك انت. في اللحظه دي رميت في وشهم حاجه زي التراب. هنا ضحك، او معنى صح انفجر من الضحك، بس مره واحده سكت لما شافهم بيسقطوا كالحجر على الارض واختفوا. هنا بصلي وقال يا لعين يا لعين الموت الاسود يا لعين، انا عارف التعويذه دي، مستحيل فيش انس معاه سرها ولا جن يقدر يستخدمها يا لعين. من انت يا لعين وكيف حصلت عليها؟ هنا انا رجعت فلاش باك لورا بسرعه. في الاول خالص لما قررت ان انا انزل لقسوره وبديت اقرا عنه انه فاجر كافر ما بيرحمش، واقوى قدراته قراءه الافكار والتخيين، فقررت اتصرف معاه بناء على قوته اللي هي نقطه ضعفه. فنزلت وفتحت مخطوطه اللعنات الكبرى، انا عارفها هي دي مرمزه لملوك ملوك الجن، مفاتيحها فيها، فخدت منها تعويذه الموت الاسود. دي تعويذه خاصه بسيافين الارض الملعونه، وانا كنت عارف ان هو بيمشي مع حرسه فخصتهم بس باللعنه. وبعد كده ندهت تانيس وتانية وفهمتهم يردوا لي الخدمه اللي انا عايزها، ان هم بس يتابعوني، ان من اول ما انزل القلعه لانها في نطاق اقليمهم واتدخلوا في الوقت المناسب، ومبلغتهمش ان معايا حد تاني غيرهم. وندهت على الشازر السياف بتاعي الموكل ليا، وده هو الديب اللي انا راكبه. في اللحظه دي شاورت عليه وهنا ظهر بحجمه العظيم. بدأت أشرح لقسورة الكلام ده كله وكملت وقلت له شاذر جسد جن من أتباع الزمردة علشان يكون معايا ويبعد الشك عنه، دوره كان يظهر لما يشوف أو يحس بحاجة مش صح، فعرف دهشور ونواياه فانتهز فرصة زمردة فتجسد وجالي عشان يطمن دهشور إن أنا ما كشفتوش ولا أي حاجة. ففهمت من وجوده وتجسد ان انا اعتقادي صح في ده 100%، وان ده كذاب وان ده شور افاق. اما بالنسبة لنيروز ووجد فاستدعيتهم بالقلاد اللي خدتهم منها لما كنت تايه في ارض الجن الملعونة، وخلصتهم من الامر بتاعهم وخليتهم ييجوا، وانت ندهت عليهم وانا في جناح سندس من غير حد ما يعرف ومن غير ما يعرفوا مواضيع اي حد تاني، وطلبت منهم ان هم يتواجدوا معايا ويراقبوني مع حرسهم لانهم مرمزين للارض الملعونة، وان هم يتدخلوا فقط لما يشوفوا حاجة مش مظبوطة. وبكده كملت الخطة، كل واحد فيهم مش عارف دور التاني، فحتى انت لو قدرت تخش دماغ حد فيهم مش هتعرف الجزء التاني من الخطة، مش هتعرف اصلا هو جاي ليه، مش هتعرف هو هيعمل ايه، وبكده مش هتعرف انا بفكر في ايه، فتقف مشلول. في نفس الوقت كنت معتمد ان انت هتتابعني انا، غرورك يخليك تتابعني انا بس، غرورك يخليك تفتكر ان انا هواجهك بالقوة زي ما انت بتستخدم القوة، وانك خدعتني في دهشور فمش تحتاج تدخل دماغي لان انا كده كده مسحوق عليك. وكنت عارف ان دهشور بيراقبني من اول ما نزلت، وعلى فكرة
في حاجة ناقصة كمان. هنا بصلي بغضب، صفرت صفارة طويلة، مزقر الوادي بحضور كيان الأسطوري بجسمه وأجنحته اللي في ثانية كان مهاجم على رقبة قسورة بسنانه بيقطع فيها، بس قسورة قوي وضخم. هنا شاورت الشاذر اللي تقدم بإشارة منه، وفي ثانية كان بسيفه قسمه نصين وانتهى قسورة وعم الهدوء. ورايا كانت تانيس وتانية، وراهم الجن الأحمر اللي من قبيلتهم، والناحية الشمال كانت واقفة نيروز ووجد وحراسهم على الناحية الشمال، وأنا كنت واقف في النص مشازر وكيان واقفين قدامي ركعين تأدبا. هنا أنا صرفت كيان وشاذر، ونزلت تانية وتاليس ووجد ونيروز وجم وقفوا معايا، وبدينا الكلام احنا كلنا. لما قالت في نيروز انت فظيع، ردت وجد وقالت دماغك دماغ ملوك، ابتسامة من تانيس وقالت تستحق اللقب. كنت ببصر مبتسم لما قالت تانية انت اقوى من اي حد، قلت لهم مش اقوى ولا اي حاجة، بس كان لازم اكون مأمن نفسي. فهمتهم من القوة بالعقل مش بالعضلات. هنا سألوني انت هتعمل ايه دلوقتي، قلت لهم مش هعمل حاجة، كنت طريد للجن ورجعت خلاص. بصيت فوق للسماء، قعدت افكر شوية، لما بصيت لهم كده وقلت لهم انا هرجع تاني ارض الانس. كانوا بيبصوا لبعض باستغراب ان انا اخدت القرار ده، بس قلت لهم انا لازم ارجع، لسه في كام يوم على ما سندس تخلص طقوسها وترجع، هحاول اعيش الكام يوم دول ان شاء الله. وزي ما قلت لكم اهي ليله وعدت بسلام. لغايه هنا خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. عجبتكم الرحله ما تنسوش اللايك واشتراك لدعمي، ورايكم في التعليقات. شكرا لكم، مع السلامه.